تمام، وانا بلشت. اوكي، هسه ايش عندنا؟ الجزء الثالث اللي هو المعدة، هي شنو؟ ماسكولار يعني عضلي، هولو اورجان. اللي هو شنو معناه؟ بس الصوت كيف راح؟ هي جزء عضلي، عضو عضلي أجوف، هولو معناته أجوف. In the gastrointestinal tract، بالجهاز الهضمي مال of humans الإنسان. The stomach secretes، يعني راح تفرز لنا، تطرح لنا acid and enzyme. المعدة ايش راح تسوي؟ راح تعطينا أحماض وإنزيمات. That digest the food، راح تهضم لنا من خلالها الأكل اللي احنا أصلا البارحة أخذناها، انه بالمعدة شنو اكو؟ gastric acid، هي هم لها مساهمة كبيرة بالدايجستن مال فود. شي ايش دا يقول بعد؟ الجزء of the muscle tissue called فصل. ناقص صوت شباب. محمد فصل بس يمي. لا، تمام، موجود. بس هي سكتت، سدت المايك. اوكي، سوري، بس بك تليفون. اوكي دكتور، على راحتك. اوكي، يقول انه ال edges of muscle tissue، يعني الحاف مال هاي العضلات، called rugae line، هاي اسمها، مو فد معلومة مهمة، line the stomach. انه بس يقول الحواف ايش اسمها؟ the stomach muscles contract periodically، يعني انه دي يقول هاي العضلات مال المعدة هي تتقلص بصورة دورية، periodically يعني دورية. ليش؟ حتى شو تسوي هاي التقلصات؟ احنا قلنا اصلا من يوصل الاكل للمرء يبدي التقلصات مستمرة على طول الجهاز الهضمي حتى يعبر من جزء لجزء. فهنا هاي التقلصات اللي تكون بصورة مستمرة، ايش راح يكون بيها؟ تكون هاي ال churning food to enhance the digestion، انه هي شنو هاي التقلصات تستمر انه تسوي حركات موج مثل التموجات وهيك سوالف للاكل حتى تحسن ال enhance، يعني تحسن ال digestion الهضم. The pyloric sphincter is a muscular valve. إن أنا مثل ما كانت أكو عضلة عليا وسفلى بالمرأة اللي قبل شوية قريناها، بالمعدة هم أكو سفنكتر اللي هي تكون البوابية، هي تكون muscular valve، يعني هم عضلية تكون that opens to allow food to pass from the stomach to the small intestine. يعني مثل ما كانت أكو عضلة عليا وسفلى بالمرأة تساعد إنه يعبر الأكل، بالمعدة نفس الشيء أكو تكون عضلة بوابية تسمح تنفتح حتى يعبر الأكل لل small intestine الأمعاء الدقيقة. فهي الفكرة إنه هاي الحكي كله من بداية المعدة لحد الآن إيش ناخذ من عدة؟ إنه هي تكون muscular hollow organ، زين، إنه هي حوافها هاي اسمها، هاي مفيد معلومة مهمة، إنه هي contraction مالتها يكون بصورة دورية مستمرة حتى تحسن عملية الهضم، زين، وانه هي عندها بايلوريك سفنكتر اللي هو ينفتح فيعبر الاكل يوصل للسمول انتستين. زين، الستومك is divided into four sections، divided يعني تقسم الى اربع اجزاء.
beginning at the cardia. أول بداية beginning at the cardia. fundus, body and pylorus. بين الأجزاء مال المدي. cardia, fundus, body, pylorus. ذني أربع أجزاء مهمة تحفظوها فأشروها عندكم. partial cells in the stomach. secrete roughly two liters of acid. يقول إنه الخلايا مال المعدة تطرح لنا بصورة مستمرة وقوية لترين من الأحماض. two liters of acid a day in the form of hydrochloric acid. يعني 10 لترات من الأحماض راح تعطينا المعدة باليوم على شكل hydrochloric acid. زين. acid in the stomach function to kill bacteria. شنو فائدة هذا الأسيد اللي موجود بالمعدة؟ إنه يقتل البكتيريا. and to aid digestion. حتى هو يساعد على الهضم. by عشان يساعد على الهضم عن طريق solubilizing food. يسويني solubilizing للفود. يعني هسه احنا انه يذوب الاكل. يعني هسه صار عندنا عمليتين. عدا وظيفتين الأحماض اللي موجودة بالمعدة. أول شيء إنه تقتل البكتيريا. ثاني شيء إنه يساعد على الهضم عن طريق إنه يسوي solubilization للفود. The acid is also important. الأحماض همينة مهمة to establish the optimal pH. حتى تحافظ لنا على pH المثالية مع المعدة اللي هي من 1.8 إلى 3.5. For the function of digestive enzyme pepsin. على مود يشتغل بصورة صحيحة الانزيم الهضم الموجود اللي هو البيبسين. فهسا احنا ايش نحتاج نعرف؟ انه هي muscular organ. انه الكونتراكشن مالتها يكون بصورة periodically. انه عندها pyloric sphincter تنفتح حتى يعبر الاكل لل small intestine. إنه هي تنقسم إلى أربع أقسام: كارديا، فندس، والبادي، والبايلورس. ونعرف إنه شو اسمه الأحماض اللي تنفرز تكون بمقدار 10 لتر باليوم على شكل هيدروكلوريك أسيد. والوظيفتين مالتها إنه تقتل البكتيريا وتسوي تساعد على الهضم عن طريق السولوبلايزينج فود. وعرفنا انه هي تحافظ على الـ pH المثالية بين 1.8 ل 3.5 حتى يشتغل الانزيم اللي هو اسمه بيبسين. هسه هاي كمعدة لحد هنا هذا الاشياء المهمة بيها. يجي شنو يحكي لنا الجاستريك اسيد اللي هو بالمعدة؟ هو شنو جاستريك جوس or stomach acid؟ الأحماض مال المعدة معناتها. لحظة دكتورة خلي أسد التصوير وأفتح تصوير من جديد. أمسك هسه.